يعطيكم العافية صبايا. اليوم إن شاء الله رح ناخذ الدرس الأول بالوحدة الأخيرة، وهو تمثيل البيانات. طبعا رح نراجع شوية أشياء إحنا كنا بنعرفها، رح ناخذ أشياء جديدة إن شاء الله. خلينا نشوف أول إشي عندك هون. هلأ عندك بهذا الشكل، عندك هون مجموعة، تمام، عندك مجموعة من الجداول من الأشكال الإحصائية. طبعا هاي الأشكال أنت بتشوفيها عادة بالجرايد، بنشوفها لما نروح على عيادات الأطباء، ممكن أن تكون موجودة عندنا بالمراكز الصحية، بتكون موجودة برضه، حكينا بالجرايد بالمجلات، ممكن بالتلفزيون لما نكون نحضر نشرة الأخبار أو نحضر برامج نشوف هاي الأشكال. طيب بدي أعرف أنا إيش يعني هاي الأشياء اللي موجودة عندي، إيش يعني هذا الشكل، إيش بستفيد منه؟ طيب هذا الشكل ايش معناه، ايش بستفيد منه؟ طبعا هذا كلياته ان شاء الله رح نتعرف عليه بالوحدة هاي، ورح نشوف كيف حتكون عندي بيانات متفرقة. فانا باجي بنظم هاي البيانات وبمثلها عشان ايش؟ عشان يسهل علي قراءتها. تمام، خلينا نشوف اول مثال. هلا بحكي لي جداول التكرارية هي عبارة عن جداول تستخدم لجمع البيانات، لجمع وتنظيم البيانات. يعني أنا بجمع البيانات وبنظمها، بخلي شكلها مرتب عشان يسهل علي إيش؟ يسهل علي قراءة هاي البيانات. هلأ شوفي عندي هذا الجدول. هلأ هذا الجدول معطيني أوزان طلاب بصف وتكرار. إيش يعني التكرار؟ يعني كل وزن كم طالب يتكرر له هذا الوزن. يعني لو أجيت حكيت لك هذا الصف كم طالب من هذا الصف وزنه 25، تيجي انت بتوقفي وين؟ تيجي انت بتوقفي عند 25، تحكي هي 25. طيب كم طالب وزن 25؟ كم تكرار 25؟ 5. بتحكي لي 5 طلاب وزنهم 25. طب كم طالب وزنه 22؟ تيجي هي 22. كم طالب وزنه 22؟ اللي هم 2. هلا هيك بسهل علي قراءتهم. هلا لو كانوا كلياتهم موجودين عندي، لو كنت انا احسب وزن كل طالب أحطه على جنب، مثلا أحط 21، 22، 24، 25، 26، 28، يصعب علي قراءتها، لأنها حتكون إيش؟ حتكون البيانات مش مرتبة ومش منظمة. طيب هلأ طبعا هذا الجدول تعلمنا إحنا كيف نعمله بصف ثالث وبصف رابع. هلأ شوفي لاحظي الجدول هذا بيحكي لك بدي أشوف الفرق بين أكبر وزن اللي هو 26 وأقل وزن 21. شو يعني الفرق؟ يعني بدي اطرحهم من بعض. اطرحي 26 ناقص 21 كم بيطلع معي؟ بيطلع معي 5. معناته هو ايش؟ الوزن قليل، معناته انا بقدر احط 1 21 22 23 24 25 26. طيب فرضا انا بحكي عن اطوال طلاب، وكان عندي اقصر طالب بالصف خلينا نحكي طوله كان متر و40، واقل طالب طوله متر و60. طب هلا معناته انا لما اجي بدي ارتبهم بدي احط 140، 141، 142، 143، 144، 145 لحد ما أوصل لل 160. معناته الفرق بينهم إيش حيكون؟ حيكون جدول كثير طويل. طب صعب أنا هيك أعمله، ولو طرحت 160 ناقص 140 كم حيطلع معي؟ حيطلع معي 20. طب هيك الجدول حيطلع معي كثير كبير. طب شو بدي أعمل؟ هلأ حكالي إذا كان الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة كبير نسبياً، فبصعب علي اني امثل هيك لانه حيصير له جدول كتير طويل. فاليوم بدنا نتعلم كيف انا بدي امثل الجدول اذا كان الفرق بين اقل قيمة واكبر قيمة كتير كبير. خلينا نشوف المثال. بحكي لي صنف معلم الصف السادس علامات طلاب صفه في امتحان علامته العظمى 40 في 3 مستويات كما يأتي. هلأ 40، هلأ معناته في ناس جابوا عندي، ناس كم حيكونوا جايبين؟ ناس حيكونوا جايبين 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 لبين ما أوصل للأربعين. طبعا صعب أنا أحطهم واحد وكم واحد جاب 2، كم واحد جاب 2. فشو إجا عمل هذا الأستاذ؟ إجا هذا المعلم حكى لي أنا رح أقسمهم لثلاث مستويات. الممتاز كم جايب؟ الممتاز بيكون جايب من 31 لـ40، الجيد من 21 لـ30، والضعيف من 11 لـ20. تمام؟ يعني أنا جبت الجدول وحطيت، معناته من 11 لـ20 اللي هي حيكونوا ضعيفين، من 21 لـ30 حيكونوا جيد،
من 31 ل 40 شو حيكونوا؟ حيكونوا ممتاز. حطيتهم أنا وجبت العلامات وصرت أحسب. طيب هلأ من 11 ل 20 معناته اللي جاي ب 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، ولقيتهم بدي أجمعهم. كم طلع عددهم؟ طلع عددهم مع هذا المعلم 5. بعدين إجا جاب لي اللي من 21 ل 30، إيش اللي بين 21 و 30؟ معناته 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. كم طلع عددهم معه؟ 15. ونفس الإشي من 31 لل 40، كم طلع عددهم معه؟ 8. هلأ بيحكي لي أين تقع العلامة 17؟ هلأ اللي جايب 17 فكرك حيكون وين موجود؟ بالمجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ باجي بشوف حيكون بالصف الأول ولا الصف الثاني ولا الصف الثالث. 17 بين 11 وال20، لأن أنا عندي 11 12 13 14 15 16 17، معناته 17 بين 11 وال20، معناته اللي جايب علامته 17 وين راح يكون؟ بين 11 وال20. طيب اللي جايب علامته 28 حيكون بين مين ومين؟ بين 21 وال30، لأن هلأ لما حكينا شو بين 21 و30، حكينا 21 22 إلى آخره لما أوصل لل30، معناته اللي جايب 28 حيكون بين 21 وال30. طيب اللي جايب 35 وين بده يكون؟ بده يكون بين 31 وال40. تمام. هلأ هذا الجدول الموجود عندك، هذا الجدول بسميه جدول إيش؟ بسميه هذا الجدول جدول التكراري ذا الفئات. شو يعني ذا الفئات؟ يعني في هنا مجموعات صغيرة، يعني لما أجي أحكي أنا من 11 ل 20 هاي أول مجموعة، من 21 ل 30 المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة من 31 ل 40. هدول بسميهم إيش؟ بسميهم فئات. معناته كل مجموعة من المجموعات مثلا من 11 ل 20، 21 ل 30، من 31 ل 40 شو سميتها؟ فئة. كل مجموعة سميتها فئة. مجموعة الثلاث مع بعض شو بصير اسمهم؟ جمع فئة، فئات. طب وبسمي الجدول كامل اللي فيه الفئات وفيه التكرار أو اللي هي عدد الطلاب شو بسميه؟ جدول التكراري ذا الفئات. تمام؟ عرفنا شو الجدول التكراري ذا الفئات؟ اللي هو الجدول اللي بيكون فيه فئات وبيكون فيه تكرارات. طبعا هون التكرارات اللي هم إيش؟ عدد الطلبة. والفئات حكينا اللي هي بتكون زي مجموعة، يعني من 11 ل 20، يعني فيها 11 12 13 إلى آخره، هاي بسميها إيش؟ بسميها فئة. طيب خلينا نشوف كمان مثال. هلا بحكي لك كانت علامات 40 طالب في امتحان مادة الرياضيات علامته العظمى 20 على النحو الآتي. يعني الامتحان كان من كم؟ كان من 20. إجا الأستاذ وصلح وحط العلامات عنده. بحكي لك أول واحد جاب 7، الثاني جاب كم؟ 11 12 19 17 14 إلى آخره. هلأ شو طالب مني؟ حكالي هاي العلامات موجودة عندك. بعد ما أعطاني العلامات حكالي مثل هذه العلامات في جدول تكراري ذي فئات. بدي أمثل أنا في جدول تكراري ذي فئات. انتبهي معي. هلأ لما بدي أمثل بجدول تكراري ذي فئات في خطوات لازم أمشي عليها عشان إيش بالآخر يطلع معي الجدول. أول خطوة لازم أعملها لازم أحدد مين أدنى علامة. إيش أقل علامة كانت موجودة عندي أنا هنا؟ خلينا نشوف العلامات عندي 7 11 12. طب شو في لمين أصغر رقم موجود عندي؟ هيو اللي هو مين؟ الثلاث. معناته أدنى علامة اللي هي مين؟ أدنى علامة اللي هي 3. معناته أول خطوة بدي أعملها بدي أحدد أدنى علامة اللي هي مين؟ 3. هلأ بدي أختار أول فئة. أول فئة يعني أول مجموعة. شوفي شو شرطها. شرط أول فئة إنه يكون جواها الرقم مين؟ يكون جواها الرقم 3. يعني مثلا يجي حدا يحكي لي بده أول فئة، هاي بدي أول فئة شو يكون جواها؟ بدي أول فئة يكون جواها الرقم 3. طيب هلأ بيجي تيجي واحدة تحكي طيب أنا بدي أول فئة من 1 ل 4،
طيب اوكي صح، الثلاث موجود فيها. تيجي واحدة تانية بتحكي لي لا انا بدي من اثنين لا اربعة، برضو صحيح لانه الثلاثة موجود فيها. بديش تحكي لي واحدة انا بدي من واحد لا ستة، برضو صحيح لانه الثلاث موجود فيها. ممكن واحد تحكي لي طب انا بدي من ثلاثة لا خمسة، برضو صحيح لانه ايش الثلاثة موجودة باول فئة. طيب انا بدي اختار من واحد لخمسة، برضو صحيح لانه الثلاثة موجودة. فانا اخترت من ايش؟ انا اخترت من واحد لايش؟ من واحد لخمسة. معناته انا اخترت من واحد لخمسة، يعني الفئة شو حيكون فيها؟ حيكون فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. كم عدد الارقام اللي موجودة عندي بهاي الفئة؟ هاي هم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمسة. الرقم ثلاثة موجود من بناتهم، الرقم ثلاثة موجود من بناتهم. معناته لحد هون انا حلي لحد هون انا ايش ماشي صح. هلا شوفي، انا اخترتها من واحد لخمسة، أول رقم راح أسميه الحد الأدنى للفئة. أول رقم موجود عندي راح أسميه الحد الأدنى للفئة اللي هو مين؟ اللي هو الواحد. طب والخمسة شو راح أسميها؟ راح أسميها الحد الأعلى للفئة. إذا الأول راح يكون عندي الحد الأدنى، والأخير الثاني حيكون أسميه إيش؟ الحد الأعلى للفئة. تمام لهون؟ طبعا حكينا اختيار الفئة انت حرة، كيفك اختاري زي ما بدك، لو غيرتي مش غلط، صحيح حيطلع معك الحل. بس انا هون اخترته انا بدي اياه من واحد لخمسة، فعشان هيك ايش حكيت الحد الادنى عندي واحد والحد الاعلى خمسة. طيب الخطوة الثالثة، بدي اجد اشي اسمه طول الفئة. شو هو طول الفئة؟ حكالي الحد الاعلى للفئة ناقص الحد الادنى للفئة زائد واحد. طب الحد الاعلى هيو حكينا كم؟ خمسة، والحد الأدنى واحد. شو بدي أزيد له بعدين؟ واحد. معناته حيصير عندي خمسة ناقص واحد زائد واحد شو يساوي؟ خمسة ناقص واحد أربعة زائد واحد ويساوي خمسة. معناته كم طول الفئة طلع عندي؟ خمسة. طيب هلأ شو في هالطول الفئة شو رح أعمل فيه؟ هالطول الفئة رح يساعدني عشان أنا أعرف مين؟ أعرف الفئة الثانية. هلأ أول فئة طلعت عندي من واحد لخمسة، طب الثانية شو بدها تكون؟ شوفي شو رح أعمل. شفت طول الفئة؟ طول الفئة راح أضيفه للحد الأدنى مرة ومرة للحد الأعلى، يعني واحد زائد خمسة ستة، خمسة زائد خمسة عشرة. معناته الفئة الثانية شو راح تكون؟ الفئة الثانية راح تكون من ستة لعشرة. معناته الفئة الثانية شو راح تكون؟ من ستة لعشرة. طيب بدي الفئة الثالثة، معناته راح أرجع أضيف للفئة الثانية كم؟ الحد الأدنى هحضف له خمسة، والحد الأعلى رح أضف له خمسة. الخمسة اللي هي مين؟ طول الفئة. معناته ستة زائد خمسة 11، عشرة زائد خمسة 15. طيب هلأ كيف بدي أعرف أنا بدي أوقف هيك بعدد الفئات ولا لا؟ عشان أعرف بدي أجي أشوف مين أعلى علامة. شو أعلى علامة موجودة هون عندي؟ شوف العلامات، أعلى علامة موجودة عندي أعلى طالب جايب إيش؟ جايب 19. في أعلى من 19؟ في 20؟ لا ما في 20. معناته أعلى علامة كم بدها تكون؟ 19. معناته أنا بدي أوقف لما أوصل للفئة اللي في 19 موجودة فيها. طب من 11 ل 15 موجود 19؟ لا، لأنه في 11 12 13 14 15. طيب معناته لسه بدي كمان فئة. طيب خلينا نشوف شو كمان فئة بدي. كمان فئة معناته بدي أرجع أزيد لل 11 5، لل 15 ايش؟ 5. فرح تصير 16 و20، من 16 ل 20. طيب اعلى علامة عندي ايش هي حكينا؟ 19. طب ال 19 موجودة بين ال 16 وال 20؟ لانه 16 17 18 19 موجودة. ما دام موجودة بوقف خلص، معناته هاي هي الفئة الأخيرة، ما في داعي أكمل. لما انه وصلت جوا الفئة موجود عندي أكبر رقم معناته بوقف. وأول فئة فيها ايش؟ هي اول فئة اللي هي حكينا من واحد لخمسة فيها اصغر رقم اللي هو او اصغر علامة اللي هي ثلاثة، معناته خلص حيلي ايش لحد هون تمام. هلأ بدي اعمل الجدول. كيف بده يكون شكل الجدول؟ شكل الجدول هيك بده يكون عندي. اول اشي بدي احط الفئات. وين هالفئات؟ هيا موجودة عندي. حكينا اول فئة مين هي؟ واحد لخمسة. الفئة الثانية من ستة لعشرة. الفئة الثالثة من 11 لخمسة عشر.
في الرابعة من 16 لـ20. تمام، عرفنا أول صف بده يكون الفئات، والفئات هي موجودة عندي طلعناها بالخطوة الرابعة والخطوة الثانية اللي هي من 1 لـ5، من 6 لـ10، من 11 لـ15، من 16 لـ20. طيب بدي أشوف التكرار هلأ، من وين بدي أجيب التكرار؟ بدي أشوف العلامات. هلأ من 1 لـ5 معناته فيها 1، 2، 3، 4، و5. يلا ندور، نيجي على العلامات. 7 لا مش داخل، 11 لا، 12 لا، 19 لا، 7 برضو لا، 14 لا مش داخلة معي، 13 لا مش بين الواحد والخمسة، 9 لا، 17، 16، 16 لا، 5 معناته هي 1، 3 هي 2، 9 لا، 8 لا، 6 لا، 4 هي 3، 12 لا، 12 لا، 17 لا، 13 لا مش بيناتهم، 10 لا، 17 لا، 14 لا، 10، 18، 8 طبعا لا لا. نيجي عند الأربعة هاي الرابعة، كمل لعند الثلاثة هاي الخامسة، في غيرهم لا، معناته أول فئة كم تكرارات بدهم يكونوا؟ 5. يلا بدنا نعد من 6 لـ10. عشان أجي أعد من 6 لـ10 بدي أشوف 6 من 10 شو بيناتهم؟ 7، 8، 9، 6، 7، 8، 9، 10. 7 معناته داخلة هاي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. معناته كم حيكون تكرارهم؟ 14. طيب هلأ من 11 لـ15 كم علامة بين 11 والـ15؟ يعني بدي أعد 11، 12، 13، 14، 15. كم رح يطلع عددهم؟ رح يطلع عددهم 12 علامة. طيب اللي جايبين من 16 لـ20 برضو بدي أعد 16، 17، 18، 19، 20، طلع عددهم 9. هيك بكون أنا شو عملت؟ هيك بكون أنا جهزت الجدول التكراري، تمام؟ أو الجدول تكراري ذو الفئات، الجدول التكراري ذو الفئات. خلي في هلأ سؤال واحد معطيني جدول تكراري ذو الفئات اللي هو نفسه الجدول اللي احنا عملناه، تمام؟ بحكي لك من الجدول من الخطوة الخامسة من مثال 2 اجب عما يأتي. الخطوة الخامسة اللي هو الجدول اللي احنا عملناه، هيني انا رجعت حطت لك الجدول، بده يعني اجاوب على هاي الاسئلة. السؤال الأول بيحكي لي ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة أقل من 11؟ اللي حصلوا على علامة أقل من 11 يعني شو بدهم يكونوا حصلوا؟ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. معناته رح أخذ عدد الطلاب اللي بالفئة من 1 لـ5 واللي بالفئة من 6 لـ10. هلا من 1 لـ5 كم واحد حأخذ من 1 لـ5؟ 5، من 6 لـ10 14، معناته 5 زائد 14 كم يساوي؟ يساوي 19 طالب. طيب ما عدد الطلب الذين حصلوا على علامة أكثر من 15؟ أكثر من 15 يعني 15 مش داخلة لما يحكي لي أكثر من 15، معناته 16 وفوق. مين اللي 16 وفوق؟ هيها آخر فئة من 16 لـ20، كم عددهم؟ 9، عددهم 9 طلاب. طيب خليني هلأ أشوف جيم. جيم بيحكي لي ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة لا تزيد على 5؟ شو يعني لا تزيد على 5؟ يعني مش أكتر من 5، يعني لا تزيد على 5 يعني أقل من 5، يعني أكتر إشي 5. من اللي حصلوا على علامة أقل من 5، 5 وأقل، اللي هم من 1 لـ5، كم عددهم؟ 5 طلاب. طب أي الفئات أكثر تكرارا؟ من الفئات الأكثر إشي تكررت؟ شوف التكرار عندي 5، 14، 12، 9، معناته مين أكبر رقم فيهم؟ اللي هو 14. طيب هلأ هو ما سألني مين أكثر تكرار، حكى لي شو الفئة الأكثر تكرار، معناته باجي على 14 بشوف شو فوقيها، شو الفئة اللي فوقيها؟ من 6 لـ10، معناته الفئة الأكثر تكرار اللي هي من 6 لـ10. هلأ ها بحكي لي علامة وليد تقع بالفئة من 11 لـ15، معناته وليد كم ممكن يكون جايب؟ 11، 12، 13، 14، 15. وعلامة بشار تقع بالفئة من 16 لـ20، معناته بشار كم ممكن يكون جايب؟ 16 أو 17 أو 18 أو 19 أو 20.
طب مين علامته أعلى برأيكم، وليد ولا بشار؟ طبعا مين؟ طبعا بشار. ليه؟ لأنه بالفئة اللي أكبر. خلينا نشوف سؤال ثلاث. سؤال ثلاث بحكي لك: إذا كانت أطوال مجموعة من طلبة الصف العاشر على النحو الآتي، معطيني مجموعة أطوالهم. هلأ بحكي لي: مثل الأطوال في جدول تكراري ذي فئات. فئة الأولى من 143 ل 148. أول إشي بدي أعمله بدي أطلع أقل قيمة وأكبر قيمة. أقل قيمة اللي هي 144، أقل قيمة 144، وأكبر قيمة 143. هلأ 144 موجودة بالفترة العطانية اللي هي من 143 ل 148. هلأ باستخدام الفئة الأولى اللي أعطاني إياها بطلع طول الفئة. حكينا طول الفئة الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1، معناته 148 ناقص 143 زائد 1 بيطلع عندي الناتج 6. هلأ طول الفئة 6، معناته بدي أبلش أزيد عشان أحدد الفئات. بدي أبلش أزيد على 143 زائد 6، 148 زائد 6، هيك بطلع الثانية الثالثة الرابعة لحد ما أوصل للفئة اللي بتحتوي 163. طبعا لما طلعتهم أنا طلعوا معاي 143 ل 148، 149 ل 154، 155 ل 160، 161 ل 166. طبعا بوقف عند 166 لأنه أكبر قيمة اللي هي 163 موجودة بين 161 و 166. هلأ بدي أبلش أعد: 143 ل 148 فيها 143، 144، 145، 146، 147، 148. كم حيطلع عددهم؟ عددهم 6. طب من 149 ل 154 عديهم حيطلع معك 10، 155 ل 160 15، من 161 ل 166 بيطلع عندي 8. هيك بكون كونت الجدول. هلأ سؤال 4 بحكي لنا: عمل الطالبان أنس وخالد مسحا لإعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن، وذلك بزيارة موقع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على شبكة الإنترنت، فحصل على الجدول الآتي. هلأ الجدول الموجود عندك ببين لي أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث حسب إيش؟ حسب الفئات العمرية. فمثلا اللي عمرهم من 10 ل 14، الذكور عددهم 4105 والإناث 2937. مثلا من 35 ل 39 عدد الذكور 2580 وعدد الإناث 1514. هلأ بدنا نشوف الأسئلة. السؤال الأول بحكي لك: ما الفئة الأكثر تكرارا بين الذكور؟ شو يعني الفئة الأكثر تكرار؟ يعني الفئة اللي بده يكون تكرارها أكبر رقم. إيش أكبر رقم عندي عند الذكور؟ اللي هو 4146، اللي هو بين 15، الفئة من 15 ل 19. طيب ما الفئة الأقل تكرار بين الإناث؟ باجي على الجدول شو أقل رقم عند الإناث، اللي هو حيطلع معي 1514، اللي هي الفئة من 35 ل 39. طب ما عدد الأشخاص من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 20 عام؟ يعني بدي أقل عمرهم أقل من 20، معناته رح أتفرج على مين؟ رح أتفرج على العمود الأول اللي فيه الأعمار. أول إشي من 10 ل 14 معناته رح أخذهم، من 15 ل 19 أقل من 20 برضو رح أخذهم. هلأ من 20 ل 24 هو ما حكى لي أقل أو تساوي، حكى لي بس أقل، معناته من 20 ل 24 ما رح أخذها، معناته رح أخذ بس أول إيش؟ أول فئتين. معناته رح أجمع 4105 زائد 4146 زائد 2937 زائد 2667، حيطلع معي الناتج 13855 شخص. وهيك بنكون وصلنا لنهاية